ومحدش يتخيل ده. طيب انت من وجهة نظرك انت شايفه ان لازم وضع قانون او تغليظ قانون يعاقب المتنمرين؟ اكيد اكيد، بصراحه الوضع بقى صعب، ويعني هو فعلا يعني تقريبا في قانون، وبداوا يشددوا كمان في القانون ده. يعني كان الاول يعني العقاب بسيط، وبيدفع مبلغ بسيط زي فدية او حاجه كده للشخص اللي هو الضحيه، دلوقتي زادت العقوبه فعلا يعني. فعلا. ان الفتره الاخيره التنمر زاد بشكل غير طبيعي، وتنمر لفظي جسدي على السوشيال ميديا الكتروني بشكل غير طبيعي.